نروح للتقرير الإخباري. بالضبط، عندنا طبعا أخبار سياسية واقتصادية واجتماعية هامة جمعناها لحضراتكم في عناوين سريعة في سياق التقرير الإخباري، نتابع. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس شركة شنايدر إلكتريك العالمية بحضور رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة. شهد اللقاء الاتفاق مع شركة شنايدر إلكتريك على قيام الشركة بإنشاء مجموعة من مراكز التحكم الحديثة في شبكات توزيع الكهرباء في مصر، وذلك تنفيذا لاستراتيجية الدولة لتحسين مستوى جودة التغذية الكهربائية وتعظيم الاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا للمعلومات والنظم الذكية واستخدامها في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبار عدد من المحافظات والمناطق ضمن مناطق القطاع ألف الأكثر احتياجا للتنمية في تطبيق حكم المادة رقم 11 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية. تشمل هذه المحافظات والمناطق جنوب محافظة الجيزة، المحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، بورسعيد، الإسماعيلية والسويس شرق القناة، وكذا المحافظات الحدودية بما فيها محافظة البحر الأحمر من جنوب سفاجة ومحافظات الصعيد. أعلنت وزارة التموين عن عقد اتفاقات مع شركة أورانج وايف اليونانية لإنشاء منطقة لوجستية كبرى في محافظة الوادي الجديد على مساحة 10,000 فدان كمرحلة أولى، وذلك بقيمة 200 مليون دولار. ومن المقرر أن يتم إنشاء المناطق اللوجستية في وجود أسواق تجارية وأسواق نصف جملة وتجزئة تعمل على توفير السلع بكميات كبيرة وضبط الأسعار. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين في 4 محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية والفيوم، وذلك بالوحدات الصحية والمراكز الطبية. كما تطلق الوزارة المرحلة الثانية من مبادرة الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين في شهر إبريل المقبل في 12 محافظة. توفر المبادرة العلاج بالمجان للمصابين بالأمراض المختلفة التي تستهدفها، ومنها الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بي وفيروس نقص المناعة البشري وخفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلكم الأمراض. بدأت وزارة التضامن الاجتماعي في صرف جميع معاشات شهر مارس لما يزيد على 8,033,000 قائم بالصرف بقيمة إجمالية تبلغ 15,026,000,000 جنيه، وتم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات وتشكيل غرفة عمليات مركزية لضمان انتظام الصرف من كل المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة من أصحاب المعاشات. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد يوم غد الاثنين في القاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة. ويشهد الوجه البحري طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا على بعض المناطق، وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة. أما على السواحل الشمالية الغربية فتشهد طقسا معتدلا نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة.